التعاونيه بديناها العام اللي فات تقريبا منذ صدور القانون، يعني حاولنا الانخراط ولكن لقينا بعض الصعوبات. قدمت انا باش ندير تعاونيه انا وشي ابناء اعمامي باش نديروا تعاونيه، يعني ملي مشينا للوكاله لقينا اشكال ديال يعني باش خصنا مستثمر اللي غنسينيو معاه باش يمكن لك تاخذ الرخص. ما يمكنلكش تبيع، ما يمكنلكش تاخذ الرخصه الا ما سينيتيش مع واحد، يعني اما تعاونيه تحويليه تكون يعني كدير التحويل ديال المنتوجات ديال الكيف، اما تكون شركه. ويعني وحاولت حاولت يعني باش نبحث على شركه، والحمد لله كان التوفيق. وفي التالي يعني ملي مشيت للوكاله قدمت، درت يعني كونترا مع شركه، مشيت للوكاله قدمت للوكاله عطوني الرخص ديالي. يعني قالوا لي يعني واش غتختار، يعني كاين العام اللي فات كان المشكل ديال ما كانتش البلديه داخله في القانون، والحمد لله جا يعني من خلال يعني طلبات ديال التعاونيات والناس ديال يعني باش ندخلوا البلديه. دابا هذا العام يعني كاين اللي عطانا عطاوها لنا في الوكاله، وكاين يعني شي حاجه قليله مع الوكاله، ما عندهاش واحد كميه كثيره يعني عاد البدايه ديالها. ومهم قدمنا الوكاله عطاونا الرخص ديالنا، جينا بدينا الموسم ديال الزراعه. كنا كنديروها بشكل غير قانوني، وكنا ديما متخوفين، التخوف ديما كنخافوا، ماشي متابعه ولكن كتكون عندك واحد التخوف، يعني ما كاينش كيكون ديما كتفادى، خصك الصراع مع الجيران ديالك تفاداهم باش ما يدير لك اخر، لان كيكون بعض الصراعات العائليه وشكايات كيديه. والحمد لله ما كانش يعني شي واحد اللي شكى علينا، يعني كنتفاداو ديك هاد الشيء هذا. ومهم اللي جا القانون حنا فرحنا به. بالنسبه لدابا الشركات، كاين شركات عديده يعني بزاف ديال الشركات، كل شركه وكيفاش يعني كيفاش كتبغي تخدم مع المنتوج ديالها. حنا اللي دايرين كيديوها يعني يابسه، يعني واجده يابسه، كتنشف، ملي كتنشف كتعطيها لها. يعني يعني غينقص علينا بزاف ديال، اول نقص المصاريف ونقص المجهود عاد حنا. الكميه دابا لان الشركه باقا عاد باديه ومشروع، السعر يعني شنقول كل تعاونيه ما بين 100 درهم 150 درهم الكيلو، وعلى حسب الجوده. يعني متفقين حنا دايرين يعني في الكونترا، يعني الا كانت الجوده ممتازه يعني يعني ملي غتعطيهم المنتوج غيديروا له التحاليل وغيديروا له يعني الى لقاو المنتوج ديالك في المستوى وذو جوده عاليه غيرفعوا معك الثمن.